وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا عشية أو ضحاها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت.
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. الفاتحة.